طيب، اخبار كتير جدا مهمه عن الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، وعايز اتكلم فيها مع حضراتكم. تحديدا نبتدي بجيرالدو لاعب النادي الاهلي الانجولي، واللي تم استدعائه بشكل رسمي من قبل منتخب انجولا علشان يكون متواجد في المعسكر المقبل في شهر اكتوبر، وهو بالتحديد هيسافر يوم 5 عشان ينضم لتدريبات منتخب بلاده. نتمنى له التوفيق جيرالدو ان شاء الله، نتمنى ان هو يستعيد مستواه لانه لاعب مقيد في القائمه الافريقيه، واكيد لو استعاد مستواه هيكون اضافه بالنسبه للفرقه يعني في كل الاحوال يعني. هو كده كده جيرالدو ما كانش لاعب امبارح لانه كان واخد راحه سلبيه من قبل الجهاز الفني النادي الاهلي بقياده مستر ريني فايلر، ففي كل الاحوال هنشوف هل هو هيكون متاح في مباراه الترسانه ولا لا. اعتقد ان هو هيكون موجود. طيب بالنسبه لوليد سليمان، وليد سليمان بينتظم في تدريبات الاهلي بكره باذن الله. وليد غاب عن مباراه امبارح لانه كان عنده قدمه قويه في احدى الضلوع، فبالتالي كان مفضل ان هو يتم استبعاده من مباراه طنطا، وده اللي حصل. فهو ان شاء الله هيكون جاهز بنسبه 100% لمباراه الترسانه. هو عنصر مهم جدا ومؤثر وليد سليمان، سواء شارك كاساسي او كبديل. النهارده كان في جلسه ما بين مستر ريني فايلر وحمدي فتحي على هامش مران اليوم، وكان التطرق فيها لبعض الجوانب الفنيه اللي بتخص اللاعب. حمدي فتحي مميز جدا طبعا، لكن اكيد المدير الفني ممكن يكون له وجهه نظر مختلفه، هو اللي شايف الصوره بشكل اوضح. ممكن يكون ليه بعض التعليمات لحمدي فتحي عايزه ينفذها خلال المرحله المقبله، خصوصا ان حمدي فتحي احد العناصر الممتازه في الحقيقه. كمان كان في مران خفيف النهارده بالنسبه للفريق او للمجموعه اللي شاركت في مباراه طنطا بشكل اساسي، وهي تدريبات كلها استشفائيه عشان يقدروا ان هم يتعافوا من اي اجهاد، خصوصا في ظل توالي المباريات خلال المرحله السابقه. وخلاص الدوري قرب يخلص، لنا 4 ماتشات مهمين جدا. عندك الماتش الجاي بخلاف الترسانه طبعا في بطوله الدوري، عندنا مين يا جماعه فكروني؟ في امبي وفي بيراميدز وفي كمان مباراه، عندنا مقاولين الاول وامبي وبيراميدز، وبعد كده طلع الجيش. دي اخر 4 مباريات بالنسبه للنادي الاهلي في بطوله الدوري، فبالتالي يعني الضغط كبير جدا في المباريات، وكمان ضغط اكبر بالنسبه للمباريات دي لان انت داخل على بطوله دوري ابطال افريقيا ودور نصف النهائي. نتمنى لهم كل التوفيق باذن الله. سعد سمير من ضمن طبعا الاخبار الساره جدا، سعد سمير بيقترب من العوده للتدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي، قدامه بالظبط 4 اسابيع تحديدا انضم للتدريبات الجماعيه، والنهارده كان موجود في النادي وبيعمل بعض التدريبات الاستشفائيه في الجيم وبعض التدريبات البدنية عشان يستعيد جزء من الجانب البدني يخليه لائق للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق. احنا عارفين ان سعد سمير ده طبعا اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دي كانت النهاردة، وحضور سعد سمير تقريبا لأول مرة من فترة كبيرة جدا لاستاد مختار التتش عشان يبتدي تدريباته البدنية ومن ثم المشاركة في التدريبات الجماعية. احنا عارفين كان عنده طبعا إصابة بقطع في وتر أكيلس وغاب على أثرها فترة كبيرة، لكن سعد أحد العناصر المهمة. بالمناسبة بمناسبة سعد سمير، بعض بيسأل يعني سعد سمير لو هو مثلا بقى جاهز هل يقدر يشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا؟ طبعا لا، ما يقدرش يشارك لأن سعد سمير مرفوع من القائمة المحلية، فبالتالي ما ينفعش يكون يعني يلعب في أفريقيا. هو كان مقيد أفريقيا، لكن أنت متوقع للوائح الخاصة بالاتحاد الأفريقي أن أنت عشان تلعب في البطولة الأفريقية لو أنت مقيد لازم تكون مقيد أصلا محليا. الأهلي رفع اسم سعد سمير من القائمة المحلية، فبالتالي ما ينفعش يلعب في بطولة دوري أبطال أفريقيا. الترتيبات خلاص بتبتدي دلوقتي للسفر للمغرب بإذن الله. كابتن سعد عبد الحفيظ بيقوم بكل الإجراءات الخاصة بالسفر، بالمناسبة يعني بنسبة كبيرة جدا هيكون السفر بطيارة خاصة عشان يعني الأهلي يوفر كل سبل الراحة بالنسبة للفريق قبل المباراة، غاية في الأهمية، أو مباراتين غاية في الأهمية في الحقيقة مع فريق كبير جدا زي فريق الوداد المغربي. أخيرا قبل ما أروح لفاروق، شفاء علي لطفي بشكل رسمي من فيروس كورونا بعد المسحة اللي أجراها وأكدت سلبية المسحة، فبالتالي خلاص هو كده هيعمل مسحة بكرة كمان، هيتم التأكد بشكل كامل، وبناء على المسحة التانية دي هيتم تحديد موعد انضمامه للتدريبات مع الفريق بإذن الله.